الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنقدم لكم فائدة في تأشير الأصبع أثناء التشهد، لأننا نرى الكثير من أخطاء المصلين أثناء التشهد في تحريك الأصبع، فنرى البعض يشير هكذا، أن يبسط يده ويشير هكذا، وهذا خطأ ولم يثبت بأي حديث، والبعض يشير عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأيضا هذا خطأ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثين صحيحين. الحديث الأول أنه كان يقبض يده ويشير بالسبابة نحو القبلة، وفي بعض الأحيان يحركها، وفي بعض الأحيان يحركها، ولا يخفض ولا يبسط كما يفعل الكثيرين. هناك ناس تجدهم يفعلون هكذا، وهذا خطأ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريك، وكان يقبض أو كان يحلق. يحلق ليس هكذا كما يفعل البعض، يحلق هكذا ويقبض هكذا، يعني هاي طريقة وهاي طريقة، هذه الطريقة، وكان يفعلها من بداية التشهد إلى آخر التشهد إلى أن يسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.